السلام عليكم، معكم طلال نقار. حابب أبدأ معكم اليوم سلسلة جديدة بعنوان النفروباثولوجي، التشريح المرضي لأمراض الكلية. أتكلم بشكل مخصوص عن أمراض الكبب الكلوية. حيكون الكورس عبارة عن حأبدأ بشوية مقدمات، محاضرات تعريفية مشان ندخل بالجو، بعدها بنعرض حالات كيس ديسكشن، بعطيكم حالة مرضية، بعطي السلايدات تبعها التشريح المرضي للخزعة، وبعدها من حط احتمالات، بعطيكم وقت تجاوبوا، بعدها بجاوب أنا وممكن بمحاضرة تانية نناقش الجواب. هذا هو حيكون قوام الكورس، حوالي 20 حالة تقريبا، بس حيكون في كتير محاضرات تعريفية وتبسيطية قبل ما ندخل بسلايدات التشريح المرضي. بنهاية هذا الكورس ما بيتوقع حدا فيكم اللي حيحضر أنه يكون قادر يقرأ سلايدات الباثولوجي بنفسه، لأنه هذا تخصص مستقل، تخصص بيقعد فيه الطبيب 3 سنين، بيعمل باثولوجي ريزيدنسي وبعدها بيعمل سنة فيلوشيب أو سنتين كلية، يعني حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات لحتى يصير اسمه نيفروباثولوجيست. بهذا الكورس ما حتكون قادر على قراءة السلايدات بنفسك، حتكون قادر أنك تفهم التقارير اللي بيكتبها زميل التشريح المرضي وقت بتبعت له خزعة كلية، حتكون قادر أنك تفهم الباثوفيزيولوجي تبع أمراض الكلية اللي عم نحكي عنها اللي هي أمراض الكبب، إضافة لأنه بتقدر تتكلم اللغة تبع الباثولوجيست وبتقدر تناقشه ممكن وتعطيه ربما تناقشه بالتشخيص اللي حطه وتحاول ربما تحط تشخيص تفريقي حسب المشاهدات اللي عم يشوفها. الأودينس اللي هو ممكن يستفيد من هذا الكورس ممكن طلاب الطب يستفيدوا، لأنه حيكون الكلام مبسط عن التهابات الكبب والكلية، مقيمين الداخلية طبعا، إضافة للفرع الكلية الفيلوس تبع الكلية، إضافة لأخصائيين الكلية اللي حابين يعملوا ريفريش لمعلوماتهم. هذا الكورس ممكن يكون مفيد لهم إن شاء الله يا رب، أقدر أحقق أكبر عدد من الفائدة للجميع إن شاء الله بجميع المستويات. متى حنقوم بهذا الكورس؟ حأبدأ فيه من اليوم، ربما حتكون كل عدة أيام محاضرة حسب تفاعلكم، ممكن نسرع أو نبطئ حسب الاستجابة، يكون يعني حكون كتير إن شاء الله فليكسبل بهذا الموضوع، ما في شيء عندي جاهز بعد. وين حتكون؟ حتكون على قناتي على يوتيوب، أتمنى أنكم إذا ما اشتركتوا بعد تشاركوا فيها، تعملوا سبسكرايب، إضافة لأنكم تشاركوا الفيديوهات على صفحاتكم الشخصية ومجموعاتكم الطبية، إضافة للنقاشات المستمرة اللي حتكون بالمجموعة الطبية. صراحة ما كتير بحب ناقش على اليوتيوب لأنه ما عندي المجال أني ناقش على أكثر من موقع بنفس الوقت. نقاشات حتكون بقناتي الطبية أو مجموعتي الطبية هي دكتور طلال نقار ميديكال جروب، هذا هو عنوانها. يا ريت إذا ما اشتركتوا فيها أول شيء ابحثوا عنها واعملوا جوين، شاركوا وممكن تناقشوني من خلالها. ليش عم أعمل هذا الشيء؟ بالنسبة لي أنا حاسس هذا واجبي أني أقوم فيه. ليش أنتوا لازم تشاركوا فيه؟ اللي حابب يفهم التهابات الكبب والكلية حقيقة إن شاء الله حيستفيد، وهذا أنا واثق من النتيجة لأنه في لي تجربة بهذا الموضوع. بتشكركم مسبقا على دعمكم وتشجيعكم، وإن شاء الله يا رب ينال إعجابكم، والسلام عليكم.